اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف خلالها بالرصد والتحليل على اداء سوق المال المصريه، حيث ارتفعت مؤشراتها بشكل جماعي لدى اغلاق التعاملات في مستهل تداولات الاسبوع. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 بنسبه 3.69% ليصل الى مستوى 17411 نقطه، كما صعد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 91% ليصل الى مستوى 3059 نقطه. شملت الارتفاعات ايضا مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا والذي زاد بنسبه 1.48% يصل الى مستوى 4600 ونقطه. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم، جاء قطاع العقارات على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 23.89%، وحل قطاع البنوك ثانيا من حيث التداولات بنسبة 15.66%، وجاء قطاع خدمات مالية غير مصرفية في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 10.31%. وإلى أسواق المال الخليجية، حيث أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية على ارتفاع بعد أن عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يبطئ مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وصعد المؤشر القياسي السعودي بنسبة 2% مدعوما بمكاسب في أسهم قطاعي الطاقة والمال، حيث ارتفع سهم عملاق النفط السعودي أرامكو بنسبة 3%. وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 4%، وكانت معظم الأسهم المكونة له في المنطقة الإيجابية. كما ارتفع المؤشر البحريني بنسبة 1%، وكذلك المؤشر الكويتي بنسبة 4%. أما في وول ستريت، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع لتنهي أسبوعا متقلبا شهد صدور بيانات اقتصادية وتوقعات الأرباح من الشركات أشارت إلى تباطؤ الطلب، لكن البيانات أظهرت أيضا متانة الاقتصاد قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل. وألقى المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا بما يعادل نحو 24%، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 95%، كذلك صعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.07%. في الأسواق الأوروبية، أغلقت الأسهم مرتفعة مع تقييم المستثمرين لنتائج متباينة من الشركات بالمنطقة، بينما عزز تراجع التضخم في الولايات المتحدة المعنويات قبل أسبوع سيشهد قرارات مهمة من بنوك مركزية. وارتفع المؤشر ستوكس 100 للأسهم الأوروبية بنسبة 2% مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ومنهيا الأسبوع على ارتفاع. ولقي المؤشر ستوكس 100 دعما من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع شركات الكماليات الاستهلاكية. سجل مؤشر بورصة اليابان أكبر قفزة أسبوعية في أكثر من شهرين، مع تعويض المؤشر لجميع خسائره منذ التعديل المفاجئ الذي أعلنه بنك اليابان لإحدى سياساته الشهر الماضي. وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 0.07%، وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 3.12%، وهي تعتبر الأكبر هذا الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 22%، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.9%. إلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط عند التسوية لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف، حيث محت مؤشرات على قوة الامدادات النفطية الروسية أثر بيانات أظهرت نموا أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي وأمالا في تعاف سريع للطلب الصيني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنت، أو بنسبة 0.9%، لتجري تسويتها عند 86.66 دولار للبرميل. وهبط سعر الخام الأمريكي بنحو 1.33 من الدولار بما يعادل نسبة 1.6% ليصل إلى 7.68 من الدولار عند التسوية، وبانخفاض قدره 2% على أساس أسبوعي.
تعهد وزير الماليه البريطاني جيرمي هانت بمعالجه ضعف الانتاجيه في البلاد من خلال اصلاحات ماليه لمرحله ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لتعزيز النمو، لكنه اشار الى التزامه ايضا بالزيادات الضريبيه. نتابع. خفض التضخم وتنميه الاقتصاد وتراجع الديون ملفات مهمة تصدرت خطة الحكومة البريطانية لانتشالها من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. خطة دفعت وزير المالية البريطاني جيرمي هانت لعرض برنامج جديد لنمو اقتصاد المملكة المتحدة، متعهدا الاستفادة من فرص ما بعد بريكزيت وإبقاء الأولوية لمكافحة التضخم رغم الدعوات للقيام باقتطاعات ضريبية. المركزي البريطاني كان له كلمة أخرى، حيث يعتقد أن الاقتصاد دخل فعلا مرحلة الركود بسبب تداعيات تضخم أسعار المواد الاستهلاكية. هذا وسيشرف هانت على استراتيجية تهدف إلى تعزيز الانتاجية الضعيفة وتركز على قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا الرقمية والصناعات الخضراء وعلوم الحياة والقطاعات التصنيعية والابتكارية المتقدمة. في غضون ذلك، رفض وزير المالية البريطاني الدعوات المطالبة باقتطاعات ضريبية من نوابه، معتبرا أن التصدي للتضخم المتفشي سيزيد الأموال في جيوب البريطانيين، فضلا أن أفضل اقتطاع ضريبي حاليا يتماثل في خفض التضخم. هذا ويريد رئيس الوزراء ريشي سوناك خفض التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له في 40 عام عند 10.5% بمقدار النصف هذا العام، وهو معدل بدأ يتراجع بعد تجاوزه 11% مع زيادة بنك إنجلترا معدلات الفائدة. وأطيح برئيسة الوزراء السابقة ليزي تراس العام الماضي بعد أن أثار مشروع موازنتها القائم على اقتطاعات ضريبية فوضى في أسواق المال وأدى إلى انهيار الجنيه الاسترليني، واستدعى تدخلا عاجلا من بنك إنجلترا لإرساء الاستقرار المالي. في الولايات المتحدة تراجعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية أمريكية الصنع في ديسمبر، كما انخفضت الشحنات للشهر الثاني على التوالي. يأتي هذا في حين أعلنت وزارة التجارة أن الاقتصاد الأمريكي سجل نموا بوتيرة أبطأ في 2022. وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، يأتي الإعلان عن تراجع النشاط الاقتصادي الأمريكي في الأشهر الأخيرة من العام ليسجل نموا بوتيرة أبطأ في 2022. وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم، قادت قطاعات العقارات والتصنيع ومبيعات التجزئة التراجع في أكبر اقتصاد في العالم لينمو بنسبة 2.1% لعام 2022 بأكمله، بتراجع عن أرقامه المسجلة في 2021. وزارة التجارة الأمريكية من جانبها أكدت أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في 2022 عكس بشكل رئيسي زيادة في إنفاق المستهلك والصادرات وبعض أشكال الاستثمارات. وفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 2.9%. ويمثل المعدل تراجعا عن النسبة المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 3.2%، وإن كانت أفضل من توقعات المحللين، في حين تعد البيانات الأخيرة ثاني نمو فصلي على التوالي بعد تراجع خلال الفصلين السابقين. مبيعات التجزئة هي الأخرى تراجعت بشدة خلال الشهرين الماضيين، ودخل قطاع الصناعات التحويلية في ركود فيما يبدو مقتفيا أثر سوق الإسكان. وفي حين أن سوق العمل ما زالت قوية، فإن معنويات الأعمال تواصل تراجعها، وهو ما قد ينال في نهاية المطاف من عمليات التوظيف. لكن الطلب على السلع المعمرة التي يتم شراؤها بالآجل في غالب الأحوال تراجعت، واستنفدت بعض الأسر ولا سيما منخفضة الدخل مدة خراتها، وفقد إنفاق الشركات بعض قوته هو الآخر مع نهاية الربع الرابع. وعودة للشأن المحلي، حيث تستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ توفير المنتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات، حيث تستهدف المبادرة جعل مصر مركزا صناعيا للشرق الأوسط وأفريقيا. تحويل مصر إلى مركز صناعي للشرق الأوسط وإفريقيا هدف تسعى إليه المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، مبادرة تستهدف إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة. وتأتي مبادرة ابدأ
لدفع قطاع الصناعة في مصر لأفاق جديدة بناء على تكليف القيادة السياسية لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، كما يأتي ذلك انطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية. ونظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفعالية للموارد، وتعمل المبادرة على 3 محاور أساسية بشكل متكامل ومتوازي، حيث يعمل كل من محور دعم الصناعة ومحور المشروعات الكبرى على خلق فرص عمل جديدة للعمالة المصرية التي يتم تدريبها وتأهيلها لسوق العمل وفقا للمعايير الدولية من خلال محور البحث والتطوير والتدريب. ومحور دعم الصناعة يختص بتذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المصانع المتعثرة من خلال تسهيل الإجراءات مثل الحصول على التراخيص المختلفة وتقنين الأوضاع بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز تنمية المشروعات ومجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية وغيرهم. انتهت حلقة اليوم برنامج مؤشر النيل، إلى اللقاء غدا، دمتم في أمان الله.